واحد يقول تعليق على محاضرة الأسبوع الماضي، يقول ملاحظات على عزة الأربعاء 4-6 لعنوان كل قتلاها أقوياء. هل يصح وضع أي سؤال في خندق واحد بحيث يبدو لقليل المعرفة أنهما متساويان في نظر الكنيسة إليهما، وهذا غير صحيح لطبيعة الحال، بل بالعكس المطلوب كما ناديتم قداستكم من قبل إلى تكوين لجنة لبحث موضوع إيريجانوس، ولم يتم هذا على حد علمي. لا يمكن أن احنا نكون لجنة لبحث موضوع إيريجانوس، لأن هذا الموضوع قد تم وانتهى، وليس فقط من جهة الكنيسة القبطية، وإنما من جهة كنائس في العالم كثير. صحيح إيريجانوس أول من حرمه كان البابا ديمتريوس الكرام البطل 12، ولكن أيضا حرمه البابا توفيلوس البطل 23، والقديس إبيفانيوس أسقف قبرص، والقديس جيروم، وكثير من الآباء. وأيضا بالنسبة لإخوتنا الأرثوذكس الغربيين حرمه المجمع 5 أو 6 بنفس الأخطاء اللي وقع فيها. ولكن يظهر أن المديح الكثير الذي ذكره البعض عن إيريجانوس جعل أمثال صاحب هذا السؤال ينسوا إيه الأخطاء اللاهوتية التي وقع فيها. إيريجانوس وقع في أخطاء كثيرة، لعل منها عودة التجسد بالنسبة للأرواح الريإنكارنيشن، وعنه أخذ كثيرون في الخطأ ده. لا يزال أن الأرواح من جسد تيجي الجسد تيجي الجسد إلى آخره. وأيضا ليه أخطاء أخرى بالنسبة للأرواح أيضا، وأخطاء خاصة بالسيد المسيح نفسه. وليه أخطاء خاصة بالتطرفات الضخمة في التفسير الرمزي، بحيث أنه مثلا اعتبر ان خطية ادم وحواء هي خطية زنا، وده مش ممكن لان هما ما كانوش يعرفوا يعني ايه زنا، وما كانوش يعرفوا العمل الجنسي على الاطلاق، وكانوا في منتهى البساطة. ده ما تفتحتش اعينهما غير بعد الخطية مش اثناء الخطية. ولو كان هذا الامر صحيحا ما كانش الكتاب قال ان حواء اكلت اولا ثم اعطت زوجها، لان خطيه جنسيه الاثنين مع بعض في نفس الوقت. وفي التفسير كثير من كلام إيريجانوس له اخطاء، والاباء الاول اعتبروا ان إيريجانوس اهم اخطاءه في كتاب دي برينكيتس، يعني عن المبادئ the principles، واللي دفعوا عن إيريجانوس ما قالوش ان دي مش اخطاء، قالوا ربما تكون اخطاء من النساخ، لكن على اي الحالات نسبت اليه اخطاء كثيرة. فاحنا مش في مجال
ان نعمل المخطئين نحطهم في الدرجات من اكبر من الثاني. مخطئين يعني مخطئين، وخصوصا ان زي أرجانوس اخطأ وجر غيره للخطأ، وأرجس اخطأ وجر غيره للخطأ، لكن طبعا في فرق بين الاثنين، لكن هما الاثنين اخطأوا. عشان كده قلنا كل قتلاها اقوياء، ولما قلنا كل قتلاها اقوياء نقصد ان أرجانوس كان قويا وسقط، وأريوس كان قويا وسقط. فيريد صاحب هذا السؤال لا يتحمس كثيرا للدفاع عن أرجانوس، لا يتحمس كثيرا للدفاع عن أرجانوس، لان أرجانوس حرمته كنيسة، ومش حرمته في عصر واحد، في عصور كثيرة. فانت لما تتحمس لأرجانوس بتقع انت ايضا في عدة اخطاء. اول خطأ بتقع فيه هو خطأ الجهل، انك بتجهل ايه اخطاء أرجانوس، وبتمشي ورا المديح اللي البعض قالوا عنه دون ان تعرف الاخطاء اللي وقع فيها ولا ما حكم التاريخ عليها، لدرجة ان القديس جيروم كان في الاول متحمسا لأرجانوس ومدح فيه كثيرا، ولكن بعد زيارة القديس إبيفانيوس للأراضي المقدسة تحول جيروم إلى العكس وهاجم أرجانوس. وبمثل أرجانوس كان فرتليانوس، بس فرتليانوس كان من العلماء الذين كتبوا باللاتينية وسقطوا، وأرجانوس كان من العلماء اللي كتبوا باليونانية وسقط، وهم الاثنين من كبار العلماء. فأنت لما تدافع عن أخطاء الآخرين تقابلك الآية التي تقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. وأيضا إذا دافعت عن أرجانوس كأنك في نفس الوقت بتدين اثنين من الآباء الذين نأخذ الحل من أفواههم في الكنيسة، البابا ديمتريوس والبابا ثوفيلوس، وكأنك بتتهم آبائك القدامى بالخطأ وبأشياء أخرى. ثالثا، لا يمكن عمل لجنة لبحث موضوع أرجانوس. عشان تعمل لجنة لابد ان ترجع الى الكتابات القديمة التي كتبها أرجانوس، وترجع اليها باللغة اليونانية وتفحصها، وده مش سهل. ولابد ان يدرس كل الاباء اللي هاجموا أرجانوس. الامر مش سهل يا حبيبي، ما تقعدش تدافع عن الناس اللي حرمتهم الكنيسه. كمان تقع في خطا اخر، انك انت بتهاجم الكنيسه نفسها وتهاجم مجامعها المقدسه. ده أخطأ وده أخطأ وده أخطأ في ناحية، والثاني أخطأ في ناحية أخرى، وإحنا ما كناش في مجال وزن الخطايا نقول أكبر من الآخر، لكن ناس كبار وسقطوا. فأرجانوس كان كبيرا وسقط، وأريوس كان كبيرا وسقط.